أحسن الله إليكم. من أسئلته يسأل عن صلاة الفريضة خلف المتنفل، هل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، تجوز صلاة الفريضة خلف المتنفل على الصحيح، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي في قومه، فهي له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا في صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم بهم، ثم جاءت طائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين وسلم بهم، الأولى تكون هي فريضته صلى الله عليه وسلم، والثانية تكون نافلة. نعم. وصلاة الفريضة يا شيخ صالح خلف المسبوق، ما الذي المأموم لا يكون، المأموم لا يكون إماما في أثناء الصلاة إلا من استخلفه الإمام، هذا مأموم، كيف يتحول إلى إمام وهو لم يستخلفه الإمام؟ نعم.